منا على خلقه ما أشاء. الكل منا صور ما بعد الموت أنها حياة مرعبة أو حياة مخيفة أو حياة مؤلمة. لا، بعد الموت حياة سعيدة، لأن في كما أن هنا حياة شقاء وحياة راحة، في بعد الموت في حياة شقاء وحياة راحة. لماذا دائما نطلع حياة الشقاء ما نطلع حياة الراحة؟ إذا كان الله جل جلاله بين الرسم البياني في الوصول إلى الله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. في واحد يلاقي الله يخيب، في واحد يلاقي الله يفشل، في واحد يلاقي الله ينقطع رحمته، لا يمكن. لابد أن نعرف أولا كيفية الوصول إلى الله. طيب الوصول إلى الله يبغى له خط مرسوم اسمه خط الاستقامة. من بدأ بالاستقامة نال الكرامة. البداية الخط اسمه الاستقامة، نهايته كرامة. إيش الكرامة؟ ثلاث كرامات. أول كرامة عدم الخوف، ثاني كرامة عدم الحزن، ثالث كرامة البشرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من الموت. لا تخافوا من الموت، الموت مرعب. الموت محزن لأهل الموت الميت، أما للميت مو محزن. ليه؟ لأنه قابل ربه. مين الحزينين؟ أهل الميت الحزينين لفقدان أحبيبهم وعزيزهم، ويعني على ما قالوا الشيء كان مال البيت. فإذا هو بيقابل الله، وبتقابل الله بتقابل الكريم بيكرمها. لذلك الله لما وصف صنف معين من الشهداء ايش وصفهم؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين ولا حزينين؟ فرحين. ويستبشرون ولا ما يستبشرون؟ ويطلبون ولا ما يطلبون؟ يعني ما رايحين الى موقع طيب، ما راحوا الى موقع سيء. ليش نحن نصورها دائما موقع سيء؟ اذا اول شيء لا تخافوا من الموت، ثاني شيء لا تحزنوا من يوم القيامه. يعني لا تخاف من لحظة الموت يا ميت، ولا تحزن يوم القيامة. طيب وش مكانتي؟ فين مكانتي؟ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه أحبتي خط الاستقامة، نهاية الكرام. فلذلك لازم تصور الموت بالصورة الحقيقية حتى الناس تتشوق إنها تروح. مو زي دحين الموت والملك الموت. يا أخي ده ملك الموت يقف عند الرأس يقول أيتها النفس الطيبة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الملك يناديها بأجمل النداء. بل هي احيانا في حتى بعض الناس من شده العلاقه الغيبيه يفرح بالموت. بلال عند الموت زوجته تقول وابلا لا شكرا حبيبي، وابلا لا وكرباء، يقول قل لي وفرحا وطربا، غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه. نحن رايحين للجماعه اللي راحوا سبقونا. لذلك الله سبحانه يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. فالتصوير اللي بعد الموت يجب أن يكون في صورتين، نصور الشيء الحقيقي اللي هو الشيء اللي نحن شغالين من أجله في النهاية كادحين عشان نوصل إلى الله، ونصور الشيء السيء. لكن ليش نحن دائما نتهم أنفسنا بالشيء السيء؟ لذلك لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله. الواحد اللي يحسن الظن في الله يأخذ على حسن ظنه، ولكن ليس الظن في الله. لذلك لازم نعرف ما هو بعد الموت، وإيش العلامات اللي بعد الموت، وإيش الفرح اللي بعد الموت. إذا سماه الله فرحين، يعني ممكن نحن اليوم نفرح بكرة نحزن، اليوم نسعد بكرة نشقى، لكن دوب فرحين خلاص أخذ الفرح وانتهى، ما عاد في عنده حزن لأنه قابل الكريم. لذلك الجسم ينحط في التراب اللي انخلق منه، والروح تصعد. اكتبوا كتاب عبدي في عليين وافتحوا له من الجنة. الروح ترتقي، تروح وتجي. التراب ده بس للجسم اللي اتاخذ منه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا التراب اللي هو هذا ايش؟ مش الجسم، الجسم أسلم حبيبي، هذا التراب اللي هو ايه؟ اللي هو المصنوع، ارجع ليه؟ لأصله، صح؟ لكن الروح لا، أنت الآن لما تنام الروح فين تروح؟ ترتقي وتروح وتلف ولا لا؟ حتى حنشوف رؤى طيبة وحنشوف حلم سيء ولا لا؟ إذا الروح عالم ما يلم إلا الله، ما حد يعرف مكنونه. ولذلك لما سألوا قالوا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربك وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فلذلك الأرواح لما تخرج في لها سعادة، لها فرح، لها انبساط. فلذلك الحياة ما بعد الموت تسمى حياة الانتظار. فالحياة الانتظار معروفة إنها سريعة 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 جدا، وما أحد يدعي في حياة الانتظار بقيام الساعة إلا الميت. ما عمرنا سمعنا فوق منبر ولا فوق بحراب ولا فوق إمام يوم من الأيام قال اللهم أقم الساعة، لقاموا الناس وضربوه. يبين قومنا الساعة عليه، خلينا لسه ما كملنا، صح؟ الميت ايش يقول؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. شوية ايش فيه؟ قال يا عمي شفت الشيء كله، شفت الخير كله، أبغى ربي يقيم الساعة عشان أرجع أشوف الأشياء اللي شفتها. إذا معناه شاف شيء سعيد ولا شيء شقي؟ شاف شيء سعيد، شيء سعيد يسعد ولا لا؟
هذه السعادة سلام حبيبي. الشيء السعيد ده إيش هو؟ هو عبارة عن صورة بعد الموت أحبتي. فلذلك نحن نصور ما بعد الموت بالصورة الحقيقية. فإذا صورناه بالصورة الحقيقية نمنا شرف القرب من الله. فلذلك كلما صورنا الموت بصورة حقيقية يا جماعة، في رايح واحد للسعادة، واحد راح على لا إله إلا الله، إيش هيروح؟ هيروح مقبول ولا مرفوض؟ مقبول. فلذلك نفرح له لفرح لفرح الله، لفرح الله لا ولا لا. فلذلك لا، بس نحن ايش عندنا الحين معاه في التواصل؟ تواصلنا الدعاء ولا لا؟ اذا ما تنعنا قطع الا من ايه؟ ولد صالح يدعو له. اذا الله خلاه رصيد فيما بعد، ولكن هو شاف شيء اعلى اللي احنا شفناه. فلذلك هذا التصوير الحقيقي فيما بعد الموت في العلاقه مع الله. لذلك جعل مراحل الحياه ثلاث، جعل دنيا سميت حياه الفناء كل من عليها فان، جعل برزخ سميت حياة انتهاء تنتهي مع لفقة الصورة الثانية، جعل آخرة سميت حياة البقاء. لماذا حياة حياة حياة؟ حياة الدنيا حياة الفناء لمعرفة الله، حياة البرزخ للسؤال عن الله، حياة الآخرة لرؤية الله. فهي دراسة اختبار نتيجة، درس صح أجاب صح أخذ نتيجة صح، انتهت القضية. فلذلك تبسيط المرحلة حتى يصير عند الإنسان استئناس، حتى لما يجي أهل الميت تقول لهم والله الميت ترى راح لربه، يعرف راح لمين يا اخي. لما واحد يرتقي يروح دوله ما شاء الله تبارك الله فيها جمال جمال كذا، فين والله اخويا ولا ابويا ولا في باريس ولا في سويسرا؟ احد يقول والله ايش مسكين ايش ودا سويسرا مسكين صح، لكن واحد يقول والله مسكين في ادغال افريقيا ايش ودا هناك صح ولا لا؟ لانه هذيك ادغال افريقيا فيها حيوانات فيها اسود فيها اشياء مرعبه ولا لا؟ لكن في باريس معناها ما في مشكله في الشانزليزيه ولا صح. واحد راح لله والله وعدوا بأنه لا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن نطلعوا ما هو صحيح؟ لا نطلعوا صحيح، نقول لأهله ترى راح لأكرم مننا ومنكم وأرحم عليه مننا ومنكم وأفضل من عندنا ومن عندكم ولا لا؟ قال النبي عند موت إيش يسوي؟ الدنيا دي محبوبة ولا ما محبوبة؟ صاروا يسوي كده بصباعه، بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. قالوا علمنا أنه لا يختارنا إنما يختار جوار ربه ولا لا؟ مرت فرعون ايش قالت لما جاءت مغادرة؟ قال ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. هي مغادرة ما طلبت أي شيء، طلبت الجوار وطلبت الدار، كبرت الجوار وصغرت الدار، عندك بيتا في الجنة. فين الآن هي؟ والله إنها ترى النعيم كل لحظة، هي ترى النعيم كل لحظة. وزوجها ايش يشوف دحين؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. هي شايف السعادة، هو شايف الشقاء. هو كان سعيد قبل ما يجي صح، ولكن شقي بعد ما جاء. هي شقت قبل ما تيجي، تعبت عذبها سوى فيها، لكنها سعدت بعد ما مشيت ولا لا؟ شافت الحقيقة إيش بعد موتها. فلذلك أحبتي في الله الميزان الحقيقي في تغيير السلوك، أن نغير سلوك الناس، نقول لهم ترى أنتوا رايحين لرب العالمين، رايحين لأرحم الراحمين، عشان يصير عندهم شوق لهذه القضية ويصير عندهم ارتباط برب البرية سبحانه وتعالى. أما الله تراه في القبر ويعذبوك يا أخي، ليه؟ هو قال لك ربنا قال لك حاسبه قبل ما حاسبه؟ قال إذا حاسبته أنت هتدخلوا النار، أمه لو حاسبته تدخلوا النار، أمه لو حاسبته تدخلوا النار. ليه؟ لأنه الأم يوم القيامة تبقى اللي عندك ولا لا؟ أمك لو تيجي تقول لك حسنة يا ولد صدري غداء حجري وعاء أديني حسنة، قال له والله أمي ما أقدر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته ومن في الأرض جميعا، لكن عند رب العالمين انت مرحوم هنا ومرحوم هناك. عشان كده احبتي في الله الصوره الحقيقيه التي لابد ان نصورها بعد الموت هي صوره الاستقامه، انه المستقيم هياخذ درجه كرامه، ولذلك الكرامه ما تروح. فلذلك الله يرسوكنا بس الصوره الحقيقيه والتصوير الحقيقي لهذه القضيه عشان تصير عندنا تهويل للمرحله اللي ما صورت لنا دائما الا بالرعب. احنا ما صورناها الا بالرعب، ما رعبنا بها للعالم. صار كل ما تقول سيره القبر كانك قلت سيره ايه؟ سيره الجهنم. يا أخي القبر ده ما احتاج روضة من رياض الجنة، إذا روضة من رياض الجنة، ليه ما طلعت روضة من رياض الجنة؟ دائما تطلع حفرة من حفر النار، ما عمرك طلعت روضة من رياض الجنة؟ قال لا، عشان لا الناس يسيئوا الأدب. هم ساءوا الأدب معاك ولا مع الكريم؟ الكريم يقول له لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. ينادي الكريم كل يوم يقول له يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله. أنت إيش لك بحساب الخلق؟ لكن حساب الخلق هذا لما عند الخلق يصير فيه بخل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هذا ما يرحم الله، هذا ما يعطي الله. هو قال لك أنا ما أعطيه يا شيخ، يبغى يعطيه
اثنين من بني إسرائيل، واحد صالح والثاني فاسد. فالصالح ينظر للفاسد بالازدراء يقول لن يغفر الله لك. قال له من ذا الذي يتأله علي؟ غفرت له وأحبطت عملك، عشانك لا تتجرع مرة ثانية على أمري ولا على حكمي. فلذلك أحبة الله الحكم لله والأمر لله، وعندنا حسن ظن في الله إنه ما راح أحد لله إلا هو عند الكريم. هي راحت عند مين؟ عند أرحم الراحمين. ألا راحت والله لو الآن نكلمها، لو في اتصال بيننا وبين الآن نقول لها، تقول والله أنا ما لقيت الراحة إلا لما رحت هناك، لأن القبر أصلا يتحول من 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 أمر عادي إلى تراحة، ينام عليها نم نومة العروس، ينام نومة من أحلى النومات، حتى من شدة النومة الحلوة دي ما يشعر بالوقت إلا الوقت جيله قام، يقول قيمة الساعة مو بالسرير، لا بلحظة زي بصلاة عصر وبصلاة ظهر ولا شيء. ليه؟ من سعادة الموقف ومن جمال الموقف. فإذا هذا التصوير الحقيقي للمؤمن الموحد اللي مستقيم، فلازم نطلعه بهذه الصورة عشان يفهموا الناس إيش اللي ما بعد. فلما تقول واحد والله مات، الله هنيئا له، الله يرحمه، صح؟ مات؟ إيش فيه؟ فين راح يخوز؟ مسكين مات، فين راح يخوز؟ هو رايح مسكين ما حيخش فيه. قال لا لا، هو راح لأصله، رجع لأصل التراب، منها خلقناكم وفيها نعيد ومنها نخرجكم تارة أخرى، فيرجع مرة ثانية عشان يتهيأ يخش الجنة. واحد أحفن دحين مسافر، يسوي يرتاح قبل السفر ولا هو راح مرتاح قبل السفر؟ بس هذه القضية، راح يرتاح عشان يوصل للسفر حقه، بس هذا هو. إنك كادح من ربك أدحن فملاقي. فهذه قضيتنا أحبتي بالله في التصوير اللي ما بعد الموت. نسأل الله بمن كرمه بجود إحسانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أن يرزقنا الإخلاص والقبول والتواصل معه جل جلاله سبحانه وتعالى. يسأله بمن كرمه وجود إحسانه أن يغفر لها ويرحمها ويتغمدها بواسع رحمته وفضله. اللهم ارفع لها في هذه اللحظة درجاتها، اجعلها في عليين، اكتب لها يا ربي كتب القبول يا ربي عندك. اللهم ذهبت إلى أرحمي أرحام الراحمين، وذهبت إلى أكرم الأكرمين، وذهبت إلى أعظم من سئل وأعظم من أعطى. فيا أرحم الراحمين هي في ضيافتك وفي كرمك وفي أكناف عطائك، فأقطها يا ربي في هذه اللحظة، ارفع لها هذا المجلس يا رب، واجعله في ميزان حسناتها. اللهم اجعل كل ما قلناه وكل ما تكلمنا فيه في ميزانها في هذه اللحظة يا رب العالمين. ارفع لها درجات، وارفع لها يا ربي مكانة ومنزلة عندك يا رب العالمين. اللهم علي مكانها وارفع من شأنها عندك يا رب العالمين. يا رب ارحمها برحمتك الواسعة، وتغمدها بجود إحسانك عليها يا رب العالمين. لا أرحم عليها منك، ولا أكرم عليها منك، ولا ألطف عليها منك يا لطيف. اللهم إنا نسألك أن تلطف بها في هذه الساعة وتجعلها في أعلى ما يكون يا رب العالمين. اللهم ألهم أهلها الصبر والسلوان، اللهم اصبر ألهمهم أهلها الصبر والسلوان، وأنزل عليهم يا رب الإطمئنان، وأرحم بشرهم بمكانتها ومنزلتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين اغفر لموتانا وموت المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، أغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم في هذه اللحظة بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، واهد كل ضال، يا ذا الجود والإحسان اجعلنا وإياهم من المقبولين جميعا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، أكرمك الكريم، ربي احفظكم وميزان بفارك من فدا، الله يجزاكم بالخير، آمين رب جميعا يا رب، الله يجزاكم بالخير، اللهم لك السلام.